السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب فيكم أعزائي الطلبة في مقرر الجغرافيا الاقتصادية الجامعة 2. عنوان الدرس لليوم الولايات المتحدة الأمريكية، وسنتناول الخدمات والمبادلات التجارية. أستعرض معكم أعزائي الطلبة أهداف الدرس. يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تتعرف مفهوم مرحلة الاقتصاد ما بعد الصناعي، أن تتعرف مظاهر قوة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تتعرف عوامل قوة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تتعرف وضعية الميزان التجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن تحلل جداول إحصائية ورسوم بيانية تتعلق بالخدمات والمبادلات التجارية. الآن عزيزي الطالب، كمقدمة لدرس اليوم، نحن تعرفنا في دروس سابقة عن أن الاقتصاد يتكون من ثلاثة قطاعات أساسية، وهي الزراعة والصناعة والخدمات. قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية يحتل مكانة عالية وكبيرة جدا. لماذا؟ لأنه أصبح المشغل الأول والمساهم الأول في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، مما جعلها تتجاوز مرحلة الاقتصاد الصناعي والدخول إلى مرحلة الاقتصاد ما بعد الصناعي. فسنتعرف اليوم في درسنا اليوم ما هي مظاهر قوة قطاع الخدمات، ما هي عوامل قوته، مما تتركب بنية هذا القطاع، وما هي خصائص المبادلات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. الآن أبدأ معكم. لاحظ معي عزيزي الطالب بأن الدرس يتكون من قسمين، القسم الأول يتناول الخدمات والقسم الثاني يتناول المبادلات التجارية. فسأبدأ معكم بالقسم الأول، ونتناول قوة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية. أمامك عزيزي الطالب مستند يوضح تطور توزع السكان النشيطين بين القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظ عزيزي الطالب القطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، ولاحظ التطور الذي حدث في نسبة وفي توزع السكان النشيطين خلال السنوات، وركز دائما وقارن بين قطاع الخدمات وقارنه بالقطاعات السابقة. المستند الثاني يوضح تطور نسبة إسهام قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة. لاحظ نسبة التطور خلال السنوات. وأمامك الآن أيضا مستند يوضح حصة الخدمات الأمريكية من مبادلات الخدمات العالمية. لاحظ حصة الولايات المتحدة الأمريكية وقارنها بحصة كل من أوروبا الغربية واليابان وبقية دول العالم. الآن من خلال المستندات السابقة أجب عن الأسئلة التالية. من خلال المستند الأول، قارن بين تطور توزع السكان النشيطين بين القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وماذا تستنتج؟ من خلال المستند الثاني، بيّن تطور إسهام قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية. وانطلاقاً من المستند الثالث، قارن حصة الخدمات الأمريكية في مبادلات الخدمات العالمية مع الدول الواردة وماذا تستنتج. الآن نحن نستنتج من المستندات السابقة مظاهر قوة قطاع الخدمات، حيث تبرز قوة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أولاً مساهمته الكبيرة في تشغيل الأيدي العاملة، إذ بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع 80% من مجموع الأيدي العاملة مقابل 19 فقط في الصناعة و1% فقط في الزراعة. النقطة الثانية أن هذا القطاع يشهد نمواً متواصلاً مقارنة بالقطاعات الأخرى، حيث نلاحظ بأن قطاع الخدمات يسيطر على القطاعات الأخرى، فهو يشهد نمواً متواصلاً. النقطة الثالثة هي ارتفاع نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع حصة الخدمات الأمريكية من صادرات الخدمات العالمية، وبمقارنة مع الدول الواردة في نسبة الولايات المتحدة الأمريكية 18.3% من الخدمات، بينما اليابان 4.4%. وعزيز الطالب لاحظ بأن عندما أتحدث عن أوروبا الغربية أنا أتحدث عن مجموع الاتحاد الأوروبي ككل، بينما هنا أتحدث عن دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية فقط.
الآن أنتقل معك عزيز الطالب إلى العوامل والتركيبة لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية. أمامك مستند يوضح مكانة الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنتج الولايات المتحدة الأمريكية الخدمات بصفة متزايدة، ولم تعد دينامية المدن مرتبطة بقدرتها على توفير الإنتاج السلعي الذي تشتت عبر العالم، بل أضحت مرتبطة بتنوع شركات الخدمات التي تأويها وبجودة تلك الخدمات. وفعلا فإنما يحدد خصوصية التجمعات الحضرية الكبرى هو الاتصال وتبادل المعلومات اللذان يجعلان منها مراكز بحث وتطوير وإبداع وتحكم. الآن من خلال هذا النص حدد العامل الذي أصبح يحدد دينامية المدن في الولايات المتحدة الأمريكية، واذكر عوامل أخرى تفسر قوة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن نستنتج مما سبق العوامل المفسرة لقوة قطاع الخدمات. في النقطة السابقة نحن تكلمنا عن مظاهر قوة قطاع الخدمات، الآن أتكلم عن العوامل، ما الذي يفسر قوة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية؟ تتمثل أهم هذه العوامل في ارتفاع مستوى دخل الفرد. الآن هل دخل الفرد له علاقة بارتفاع قطاع وتزايد قطاع الخدمات؟ بالتأكيد الإجابة ستكون نعم، حيث أن ارتفاع مستوى دخل الفرد يسهم في نمو استهلاك الخدمات العادية للأفراد التي ازداد تنوعها، مثل السياحة، النقل، الحراسة، الخدمات الصحية. النقطة الثانية هي ارتفاع نسبة التحضر، ونقصد سكان المدن، وبالتالي كلما زاد سكان المدن نشط وزاد الطلب على الخدمات من قبل هذه السكان، وخاصة المدن الكبيرة. النقطة الثالثة هي الثورة التكنولوجية. الثورة التكنولوجية هذه الثورة التي عممت استخدام الآلات التقنيات الحديثة على نطاق واسع في العالم، كما أنها أسهمت في تسريح عدد كبير من العمال الصناعيين والزراعيين. لاحظ عزيز الطالب بأن القطاعين الزراعة والصناعة عندما تدخلت الثورة التكنولوجية فيهما سرحت عدد كبير من العمال، حيث انتقل وتحول جلهم إلى قطاع الخدمات. النقطة الأخيرة هي تزايد عدد المؤسسات الخدمية المختصة في المدن الكبرى، مثل مؤسسات النقل والصيانة والاستشارات الهندسية. أنتقل معك عزيز الطالب إلى تركيبة الخدمات. صنفت الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى صنفين. الصنف الأول هي خدمات موجهة للأفراد، أي الأشخاص، والقسم الثاني أو الصنف الثاني هي خدمات موجهة للمؤسسات. الآن تضم الخدمات الموجهة للأفراد الخدمة المنزلية والفندقية، وخدمات المطاعم، والخدمات الصحية والإدارية، والثقافة والسياحة. هذا الصنف يشجع الاستهلاك العائلي، حيث من خصوصية المجتمع الأمريكي هو كثرة الاستهلاك العائلي الذي ينمو بشكل مضطرد تحت تأثير الدعاية والإعلام. الآن كما ذكرت يمثل هذا الصنف خصوصية أمريكية. لماذا؟ لأن المجتمع الأمريكي من المجتمعات المحبة للاستهلاك للخدمات من خلال المطاعم والصحة والإدارة والثقافة والسياحة والمهرجانات وغيرها، إذ يبلغ التشغيل فيه ضعف ما يسجل في بقية البلدان المتقدمة. هذه خدمات موجهة للأفراد. الآن أتكلم عن خدمات موجهة للمؤسسات، سواء كانت مؤسسات صناعية، زراعية أو غيرها. فإذا تضم الخدمات الموجهة للمؤسسات خدمات التأهيل الفني والمالي والاستشارة الهندسية والبحث في بعض الأقاليم المحركة للاقتصاد الأمريكي، مثل إقليم الشمال الشرقي وهو إقليم صناعي. يعتبر هذا الصنف من الخدمات عنصر تفوق على بقية أعضاء الثالوث، ونقصد اليابان والاتحاد الأوروبي.
الآن انتهينا أعزائي الطلبة من القسم الأول من درس اليوم ويتناول الخدمات. الآن أنتقل للقسم الثاني ويتناول المبادلات التجارية. أمامك مستند يوضح تطور قيمة مبادلات الولايات المتحدة الأمريكية للسلع والخدمات. ركز عزيزي الطالب على الصادرات الواردات ولاحظ نسبة كل منها في السلع وفي الخدمات. المستند الثاني يوضح التوزع الجغرافي للمبادلات الأمريكية في عام 2004. لاحظ الدول التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في الصادرات والواردات. الآن بعد قراءتك للمستندات السابقة أجب عن الأسئلة التالية: قارن بين تطور قيمة الصادرات والواردات للسلع والخدمات وماذا تستنتج؟ من خلال المستند السادس رتب البلدان التي تتعامل معها الولايات المتحدة تجارياً حسب الأهمية. فإذا الآن نستنتج بأن المبادلات الخارجية الأمريكية متنوعة، فهي تشمل السلع، الرساميل، الإنتاج العلمي والثقافي، وتجسم هذه المبادلات السيطرة الأمريكية الدولية. لذلك تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من الدول المسيطرة على الاقتصاد العالمي، لأنها تسيطر على المبادلات الخارجية من صادرات ومن واردات. سأبدأ الآن بتفصيل ما هي الصادرات الأمريكية وما هي الواردات الأمريكية. نبدأ معا بالصادرات. تعد الولايات المتحدة الأمريكية ثاني مصدر في العالم للمواد المصنعة والمواد الزراعية والخدمات وبراءات الاختراع. الآن بالنسبة للمواد المصنعة، فالولايات المتحدة الأمريكية تمثل المنتجات الصناعية 85% من إجمالي الصادرات، وهذا دليل على قوة الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تشمل منتجات ذات تكنولوجيا عالية ومعدات النقل أساساً. الآن تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً منافسة شديدة من قبل اليابان والاتحاد الأوروبي، وهي دول الثالوث، بالإضافة إلى الدول الصناعية الجديدة التي دخلت أيضاً في منافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فقدت سيطرتها على الأسواق العالمية في العديد من المنتجات الصناعية والزراعية بسبب المنافسة. فإذا أنا لما أتكلم عن الصادرات في الولايات المتحدة الأمريكية أتكلم عن صادرات في المواد المصنعة، في مواد زراعية، في الخدمات وفي براءات الاختراع. الآن أنتقل معكم أعزائي الطلبة إلى الواردات الأمريكية. ماذا تستورد الولايات المتحدة الأمريكية وبما تتميز الواردات الأمريكية؟ تشهد الواردات الأمريكية نمواً يفوق نمو الصادرات، وهي تتميز بضخامتها، وسأفصل بعد قليل ضخامة هذه الواردات ولماذا تستورد الولايات المتحدة الأمريكية كميات كبيرة. أما أهم المواد التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية فهي، ركز معي عزيزي الطالب، المنتجات الصناعية، مواد الطاقة، والمنتجات الزراعية. الآن قد يتبادر إلى ذهنك عزيزي الطالب لماذا تستورد الولايات المتحدة الأمريكية كميات كبيرة وضخمة من هذه السلع؟ الإجابة تعود ضخامة الواردات إلى القدرة الاستهلاكية العالية للسكان، وهذا ما ذكرناه سابقا بأن المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية مجتمع مستهلك للخدمات وللسلع، بالإضافة إلى عجز الإنتاج الوطني عن تغطية المتطلبات الداخلية من المواد الأولية ومن مواد الطاقة وبعض المنتجات الصناعية. لذلك هنا عندما أتكلم عن واردات في الولايات المتحدة الأمريكية فهي مواد أولية ومصادر طاقة ومواد طاقة والمواد الصناعية. أنتقل معكم أعزائي الطلبة إلى الميزان التجاري، وعندما أتحدث عن ميزان تجاري أنا أتكلم عن ميزان، أي كفتين، الكفة الأولى تتناول الصادرات والكفة الثانية تتناول الواردات. فالميزان التجاري هو الفارق بين قيمة الصادرات
وقيمة الواردات. لنلاحظ معا الميزان التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، أين يسجل عجزا وأين يسجل فائضا. يشهد الميزان التجاري للسلع عجزا، لاحظ معي عزيز الطالب، بالنسبة للسلع هنا الصادرات وهنا الواردات. قارن بين الصادرات في عام 2005 مثلا، الصادرات بالنسبة للسلع 890 مليار دولار، بينما الواردات 1677 مليار دولار. فإذا الواردات أكثر بكثير من الصادرات، وبالتالي يسجل عجزا في السلع. هذا العجز يقدر ب 787 مليار دولار في عام 2005، أي الفارق بينهما. بينما يشهد الميزان التجاري للخدمات، لاحظ معي عزيز الطالب الخدمات، لاحظ الصادرات والواردات في عام 2005 مثلا، تبلغ الصادرات 353.5 مليار دولار، بينما الواردات 288.5 مليار دولار. لاحظ بأن الصادرات أعلى من الواردات في الخدمات، لذلك يشهد الميزان التجاري للخدمات فائضا يقدر ب 65 مليار دولار. الآن أنتقل معكم أعزائي الطلبة إلى مع من تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية؟ من هم الشركاء التجاريون للولايات المتحدة الأمريكية؟ لاحظ معي مستند التوزع الجغرافي للولايات، التوزع الجغرافي للمبادلات الأمريكية في عام 2004. نلاحظ من خلال المستند بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل تجارياً مع أغلب دول العالم، ولكن أكثر من 75% من قيمة المبادلات تتم مع من؟ تتم مع البلدان المتقدمة والبلدان الصناعية الجديدة. من يأتي في المرتبة الأولى؟ كندا والمكسيك. كندا والمكسيك تأتي في المرتبة الأولى، وذلك بسبب القرب الجغرافي بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. في المرتبة الثانية الاتحاد الأوروبي، ثم أمريكا الوسطى واليابان والصين الشرق الأوسط، وأخيرا بلدان أفريقيا. فإذا الشركاء التجاريون للولايات المتحدة الأمريكية نبدأ من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وأمريكا الوسطى واليابان والصين والشرق الأوسط وأخيرا أفريقيا. إلى هنا نصل إلى نهاية درس اليوم، شكرا لحسن استماعكم.